السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله متابعينا الكرام. اليوم نقدم لكم هذه التحفة من حساب كيسي كلاسيك وحساب قديم ما شاء الله تبارك الله. سيارة جدا جميلة 1987 ما شاء الله فليت وود ديلاجنز أعلى فئات الفليت وود. السيارة يا أخوان لمالك واحد والسيارة بحالة أوريجينال. الشخص اللي سلمنا السيارة عمره 92 سنة وهو بنفسه سلمنا المفاتيح وقال حافظوا عليها تكون. قلنا ولا يهمك إن شاء الله راح تكون البي اي دي يعني تقدر هذا الشيء. طيب السيارة يا أخوان بسبب عمرها وش اسمه والحمد لله بسبب عمرها تعمركم فيها ملاحظات بسيطة أحب نوه عليها. لكن خلونا نشوف ما شاء الله بدي السيارة جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. طيب نبدأ سلمكم الله بداخلية السيارة من الخلف. كما تشوفون يا اخوان النياكل والرسمات هذه صراحة معطيها لمسات جميلة. وهنا ايضا بعد لو تلاحظون هذا سلمكم الله الشعار الكدرك هذا صراحة فيه يعني شيء من الفخامة ما شاء الله تبارك الله. كما تشوفون هذه كنبات او يسمونها طال عمركم مقاعد الأجرة او بعضهم يسميها الكنبات وهي افخم شيء ما شاء الله تبارك الله في الديلجنز. وهذه ما شاء الله تبارك الله داخلية السيارة. الألوان يا إخوان صراحة يعني أنا ما توقعت أن يعني اللون الأزرق الفاتح هذا على الخشب راح يعمل شيء جميل. صراحة أشوف أن الألوان متناسقة جدا ما شاء الله تبارك الله. تخشيبة السيارة طبلون السيارة ما شاء الله تبارك الله لا ولا ملاحظة. داخلية السيارة يعني أنا أعطيها 10 من 10 لأن ما في ولا ملاحظة. عفوا في ملاحظة بسيطة وأهل الكدالك وأهل الكوابرس يعرفونها وهي شو اسمه السقف سلمكم الله نازل شوي مثبت طبعا بتثبيته يدوية. لكن الحمد لله رسول الله شغلتها بسيطة جدا ما تكلف شيء. الشيء الثاني يا إخوان أحب أنوه عليه اللي هو سلمكم الله مكينة السيارة. مكينة السيارة 5 لتر يعني من المكان المرغوبة جدا في السيارة. نفتحها عفوا بارك ممكن تفتح لي بس مكينة السيارة كبوت السيارة ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الله. طيب يا اخوان ولا لمسنا في السيارة ولا شيء من ناحية كبوت هذا اللي غسلنا بس اول ما اخذنا السيارة غسلنا من الخارج وبس. طيب ما شاء الله تبارك الله كما تشوفون هذا شو اسمه العازل الاوريجينال. وكما تلاحظون سلمكم الله هنا استكرات الاوريجينال 5 لتر ما شاء الله تبارك الله. لا تلاحظون مسامير الوكالة يعني ما دخلها صبغ ما دخلها اي مشاكل ما شاء الله تبارك الله. طيب الحين بنفتح الشنطة ونوريكم الاستكرات والمواضيع اللي في الشنطة. هذه علامة الديلجنز ما شاء الله تبارك الله كما تلاحظون يا اخوان ديلجنز هذه من افخم نوعات الفليت وود. طيب عنا ما ودنا نطيل عليكم اكثر من كذا لكن ما شاء الله تبارك الله كما تلاحظون يا اخوان هذا اول شيء الاستيكر سلمكم الله اللي هو استيكر هذه يطيح كل شوي لكن نحاول نلزقه. لكن هذا الاستيكر حق ايش هذا حق الاستبنة وهذا حق الجاك الاصلي وهذا حق البارت او قطع الغيار ارقامهن كلها الاصلية. طيب عندنا هنا الفرشة الاصلية ما شاء الله فرشة الكادلك ما شاء الله تبارك الله. وهنا يوجد ايضا ما بصراحة ما تأكدت أنا إذا الاستبنة أصلية ولا لا لكن هذه هي ما شاء الله تبارك الله. طيب يا أخوان هذا الحين سلمكم الله آخر شيء اللي أحب أوضح عليه هو الملاحظات
ملاحظات السيارة على اساس يوم تصل للشخص اللي بيشتريها ان شاء الله يكون واضح لك كل شيء. عندنا سلمكم الله سقف السيارة البطانة الداخلية نازل شوي، يبغى له شغل، يعني ما شغله المقارب من 100 إلى 200 دولار كندي. هنا عندنا سلمكم الله ايش اللي هو القزاز. القزاز هذا متشصص، ما هو متكسر لكن متشصص، انا اشوف انه يبي له تغيير، هو متشصص يحتاج تغيير، ما زال يعني متماسك بس يحتاج تغيير. طيب الشيء الاخير سلمكم الله هو ايش هذا، بما انها وقفت فترة بسيطة في الخارج كما تلاحظون سلمكم الله، صار بين الحديدة هذه والحديدة هذه سلمكم الله نحن نوصلها، دخل فيها الماء وكسر علينا البوية شوي هنا، وهو شغلة بسيطة جدا. خلونا نوريكم اياه من الشنطة، افتح الشنطة بالله، خلونا بنوريهم من السايد، يعني ما تأثر الحديد نفسه، ما تأثر، اللي تأثر ايش فقط الصبغ البوية. بسم الله، ولعلي شو اسمه الفلاش، خلنا نشوف. بسم الله بسم الله، ما ادري يا اخوان واضح ولا لا، لكن راح اخذ صور ايضا للي يحتاج، راح اوفي له كل شيء ان شاء الله. ومتشكرين وبالتوفيق يا اخوان، السلام عليكم.